العلماء يقسمون الشفاعة إلى أقسام، فيقولون الشفاعة في الحدود لا تجوز أبدا، الشفاعة في الحدود لا تجوز أبدا، لا يجوز لأحد أن يشفع في حد من حدود الله. لما فتح الله مكة لنبينا صلى الله عليه وسلم وافق أن امرأة من بني مخزوم، بنو مخزوم بطن شريف من قريش، منهم الوليد، خالد بن الوليد، أبو الحكم الذي هو أبو جهل، سادات الناس منهم مؤمنون كفار. فامرأة منهم كانت تأخذ المتاع وتجحده تسرقه، فلما رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه الصلاة والسلام بأن تقطع يدها، بأن تقطع يدها، يدها نائب فاعل. ما الذي وقع؟ شق ذلك على بني مخزوم وأرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقطع يدها، فاستشار بعضهم بعضا إلى من يذهبون، فعلموا منزلة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عند رسول الله، قالوا هل يقدر عليه إلا الحب ابن الحب، الحب أسامة، وابن الحب يعني أبوه كان محبوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من زيد بن حارث رضي الله عنه وأرضاه. فذهب أسامة يشفع للمرأة المخزومية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وقالها عليه الصلاة والسلام بنبرة عرف منها أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليه، فندم وأخذ يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال لا يا رسول الله، وندم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له. بعد ذلك قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وهيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في هذا إخبار أن الحدود لا تقبل الشفاعة، فمن أعظم الآثام أن يتشفع إنسان في حد لا يقام، حتى قال بعض العلماء إنه ورد في ذلك اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث وقع في مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يخبر بالأمم السابقة القرون السالفة، إنما كان أهلك من كان قبلكم، هلاك شرعي، هلاك ديني، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، يتعاظموا ولا يتجاسروا أن يقيموا عليه الحد لشرفه، لسؤدده، لعلو مكانته، مقامه بينهم. وإذا سرق فيهم الضعيف، الوضيع الذي لا عشيرة ولا ظهر ولا سند له، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم بين عليه الصلاة والسلام مبدأه العظيم وشريعته القويمة، قال وأيم الله، هذا قسم، وأيم الله لو، وهذا من التعليق بما لا يمكن أن يقع، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بضعة نبوية وجهة مصطفوية، ويعجز المرء أن يصف مقام هذه المرأة الجليلة والسيدة البتول رضي الله عنها إذا علمنا مقامها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوقي وفق عندما قال أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يضرب مثلا أنه لا تأخذه لومة لائم في الشفاعة بالحدود كائنا من كان، قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد، قطع كل سبيل إلى أحد أن يصل إليه في شفاعة في الحدود. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحاشاها قطعا رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء أهل الجنة وأول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به أم الحسن وأم الحسين، ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الأربعة من أصحاب الكساء، وأحد الأربعة الذين الخمسة الذين باهل النبي صلى الله عليه وسلم بهم نصارى نجران.
نعود فنقول هذا ما كان منه نبي من كان من نبينا صلى الله عليه وسلم. يقاربه حديث آخر، صفوان ابن أمية قرشي من بني جمح، تأخر إسلامه، كان سيدا مطاعا. وصفوان جاء في القرآن ذكر كلمة صفوان يعني الصخرة الصماء، وهو اسم جميل في نطقه. سرق رداؤه فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى على السارق أن تقطع يده، لكن صفوان تنازل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان قبل أن تأتيني به؟ فالحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر تنتفي الشفاعة، الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر انتهت الشفاعة، قبل ذلك لا بأس، قبل ذلك لا بأس، قبل أن يقضي فيها ولي الأمر. ولا نريد أن نطيل في مسألة الحدود، فالشفاعة في الحدود محرمة.